السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هيكون معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقي ليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن فرصة وهي فرصة التطوع في فيتنام، وكان التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، كانت شاملة معظم التكاليف، وتم الحمد لله إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا لأي منحة بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. وحابب انوه كمان لجميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالفرصه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقيها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن منحه النهارده، وهي منحه ممتازه جدا في دوله اوروبيه. هي منحه ممتازه للدراسه في سويسرا، تمام؟ الدوله هي سويسرا. الجهة المانحة اللي مقدمة المنحة دي هي EPFL Institute، دي مؤسسة للتكنولوجيا موجودة في سويسرا. الدول المتاحة للتقديم، كل دول العالم متاحة للتقديم، أي دولة تقدر تقدم من الفرصة دي، دولة أفريقية، عربية، آسيوية، أوروبية، تقدر تقدم الفرصة من غير وجود أي مشكلة. المرحلة الدراسية المتاح ليها المنحة دي، المنحة متاحة لدرجة الماجستير فقط. يعني لو حضرتك عايز تدرس بكالوريوس أو المرحلة الجامعية أو الليسانس، غير متاح التقديم في الفرصة دي. الفرصة دي فقط لدرجة الماجستير، للناس اللي مخلصة بكالوريوس أو ليسانس وعايزة تدرس الماجستير. التمويل بقى في الفرصة دي، صراحة التمويل بتاعها ممتاز جدا. بتتكفل بكامل الرسوم الدراسية، كل مصاريف الدراسة على المنحة، ومن مصاريف الدراسة إنها بتعطي لك حوالي 16000 فرنك سويسري كل سنة عشان تغطي لك مصاريف الدراسة. هي مدة الدراسة هتكون سنتين، وانت كل سنة تاخد 16000 فرنك سويسري عشان مصاريف الدراسة بتاعتك، تمام؟ كمان هتوفر لك خدمة السكن الجامعي، في سكن هتشمله المنحة. كمان هيكون في كورس لتعلم اللغة الفرنسية قبل الدراسة. في ناس كتير مثلا ما بتكونش حابة تدرس باللغة الإنجليزية، أو مثلا عايزة تاخد سنة لغة تحضيري أو كورس تحضيري قبل ما تبدأ الدراسة. المنحة دي وتوفر لك كورس تحضيري قبل ما تبدأ الدراسة، لأنك هتدرس باللغة الفرنسية، تمام؟ فهتاخد كورس قبلها لو أنت ما بتعرفش في اللغة الفرنسية، وبالتالي أنت مش محتاج هنا أي شهادة لغة، أو يعني هتلاقي صعوبة من حيث اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، لأن الدراسة هتكون باللغة الفرنسية، وكمان أنت هتاخد كورس لتعلم اللغة. بالإضافة كمان الجامعة هتسمح ليك بالعمل معها أو خارجا بجانب الدراسة لتوفير مصاريفك الإضافية، يعني مثلا مصاريف الطعام أو أي مصاريف أخرى أنت هتحتاجها، الجامعة ممكن تسمح لك إنها تشتغل، أنت تشتغل مع الجامعة. مثلا ممكن تشتغل في مكتبة الجامعة، في أشياء كتير جدا. طبعا في الدول الأوروبية معروف إن الجامعات بتوفر عمل للطلاب، كمان ممكن تشتغل. أنا أعرف مثلا شخصيا في ناس بتشتغل في جامعات بره في الدنمارك وفي دول أوروبية كتير، مثلا بيكون مرتبهم الأسبوعي بيتعدى ال 200 يورو، تمام؟ فبالتالي في ممكن شغل يكون مع الجامعة، أو ممكن تشتغل خارجا بجانب الدراسة عشان توفر أي مصاريف أخرى ليك. بالإضافة كمان الجامعة تسمح ليك بحضور تدريب في سويسرا، ممكن يكون في تدريب في المجال بتاعك في نفس الدولة في منظمات أخرى أو في دولة أخرى، وكل التكاليف بتاعة التدريب اللي انت هتاخدها هتكون على حساب الجامعة، سواء مصاريف طيران، سواء يعني سكن في خلال مدة التدريب، أي شيء هيكون على حساب الجامعة لو هتحضر تدريب، تمام كده؟ يبقى تمويل صراحة تمويل ممتاز جدا. بالنسبة بقى للتخصصات المتاحة، عندنا مجموعة تخصصات مش كتير قوي، هي معظمها تخصصات خاصة بالعلوم والتكنولوجيا زي الكمبيوتر، كوميونيكيشن ساينس، بيزك ساينس، انجينيرنج، سيفل انجينيرنج، يعني في تخصصات خاصة شوية بالعلوم والهندسة، ولكن التخصصات الأدبية تعتبر مش موجودة زي الحقوق والاقتصاد والكلام ده كله مش موجود، تمام؟ ملاحظة بقى، يمكن لأي شخص حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها التقديم في الفرصة دي، وليس هناك حد أقصى العمر. الناس اللي دايما بتسأل في منح بيكون فيها حد أقصى العمر، المنحة دي ما فيهاش حد أقصى العمر، تقدر تقدم بأي سن، تمام؟ أهم حاجة تكون حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها. الأوراق المطلوبة بقى للتقديم، مطلوب من حضرتك السيرة الذاتية، السي في بتاعك، مطلوب شهادة التخرج وكشف الدرجات، آخر مؤهل دراسي أنت حصلت عليه،
وبتقدم كشف الدرجات، كشف تفصيلي بكل المواد اللي انت درستها، بتعمل خطاب نية وهو خطاب الهدف من الانضمام للمنحة، ليه عايز تنضم للمنحة دي، وكمان يمكنك التقديم في هذه المنحة إذا كان لديك أي شهادة لغة إنجليزية أو ليس لديك. المنحة بتقول لك لو عندك شهادة لغة، أي شهادة لغة ممكن تقدر تقدم بيها، لو ما عندكش مش مشكلة، يعني موضوع شهادة اللغة هنا مش إجباري. تمام. آخر ميعاد للتقديم في الفرصة دي هو 15 إبريل 2020، وكيفية التقديم في الفرصة دي بيتم التقديم أونلاين بشكل كامل. تمام، مفيش بقى إرسال أوراق للجامعة أو كده، لا هو التقديم أونلاين فقط. طبعا في ملاحظه احنا دايما بنذكرها في جميع الفيديوهات، ان احنا كقناه منح من كل الالوان بنتيح فرصه التقديم لاي فرصه او منحه انت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات بتاعتنا لكل منحه. ولو انت عايز تقدم من خلالنا هتلاقي في اسفل كل فيديو في صندوق الوصف رابط الاستماره للتواصل معانا للتقديم من خلال. تمام كده، انا هنا حاطط لكم الاعلان الرسمي للمنحه، وهنا ابلكيشن التقديم. تعال نبص سريعا على الاعلان الرسمي، هتلاقي فيه كل التفاصيل. تمام، كل التفاصيل المنحة هتلاقيها مذكورة هنا، من حيث اسم المنحة، ازاي تقدم ليها. تمام، طبعا هنا من حيث الجايدلاينز هتلاقي ده اللي هو ملف بي دي اف بيشرح لك كل تفاصيل المنحة، فممكن انت تحمل الملف ده وتطلع على كل التفاصيل، وده بس الاعلان كده البسيط عن المنحة. تمام كده، تعال بقى دلوقتي نروح لابليكيشن التقديم، ازاي ممكن نقدم للمنحة. هتيجي عند كلمة قدم الآن وتضغط عليها عشان تفتح ابلكيشن منحة، يبقى من قدم الآن هيفتح لك ابلكيشن المنحة. الابلكيشن بتاع المنحة هيظهر لك بالشكل ده. طبعا في حاجة هتكون ممتازة جدا، ان الابلكيشن ممكن تملاه باللغة الفرنسية او اللغة الانجليزية، يعني مش شرط تملاه باللغة الانجليزية فقط، لا هتلاقي حضرتك فوق هنا لغتين، اللغة الانجليزية او الفرنسية، فتختار اللغة اللي انت عايز تملى بيها الابلكيشن، بس انا مثلا هحولها للغة الانجليزية افضل. تمام، وبعد كده انت حضرتك كمستخدم جديد المطلوب منك ايه؟ انك تروح تعمل الاول اكونت على ابلكيشن المنح، فهتروح عند كرييت اكونت تضغط على كلمه اوك دي. تمام، عشان تعمل اكونت جديد، وعشان تعمل اكونت جديد تكتب ايميل وباسورد وتاكد الباسورد وتضغط على كلمه اوكي. لما تضغط عليها هيوصلك لينك على الايميل بتاعك. تمام، اللي انت كتبته هنا في كود تفعيل او لينك تفعيل، تضغط عليه وكده انت فعلت الاكونت بتاعك. عشان بقى تدخل للابلكيشن ترجع تاني، وبعدين تكتب الايميل بتاعك اللي انت عملته في الكرييت اكونت هنا، وتحط الباسورد برضه، وبعدين تضغط على كلمه اوكي. تمام، بعد كده هيفتح معاك الابلكيشن، هيظهر لك بالشكل ده. اول حاجه تروح حضرتك عند التاريخ ده، انا كنت اوريدي عامل ابلكيشن، فاروح عشان اعدل في الابلكيشن ده اوريك المفروض يظهر ازاي. تمام، طبعا الابلكيشن هتلاقي فيه كذا سيكشن، هنا عندنا 8 سيكشنز. تمام، المفروض يتم ملؤهم. اول سيكشن اللي هو البيرسونال انفورميشن، بيتكلم عن معلوماتك الشخصيه، تحط بقى اسمك. تمام، تحط اسم العائله، تاريخ ميلادك، تحط صوره جواز السفر بتاعتك، تكتب بقى المكان، الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، تحط كل بياناتك. تمام كده، وبعد لما تخلص الجزء ده تضغط على سيف داتا وعلى كلمه كونتينيو، وتخش على الجزء اللي بعده اللي هو ستارتس اللي هو الدراسه بتاعتك. هنا في الجزء ده بيتكلم عن خلفيتك التعليميه السابقه، يعني مثلا انت خلصت بكالوريوس، فهنا في الجزء ده بتكتب خلفيتك في البكالوريوس، الاكاديميك ليفل اللي انت مخلصه كان ايه. انا مثلا مخلص باشولر ديجري، وبعدين اختار الدوله اللي انا اتخرجت منها، من الجيريا مثلا، الجزائر. تمام، وبعدين تختار اسم الجامعه اللي موجوده مثلا اللي انت درست فيها في الجزائر، وهكذا. كل دوله بتختار فيها، يعني دولتك بتختار فيها، بتختار الدوله من هنا، وبتختار المؤسسه اللي انت اتخرجت منها، وبتختار التخصص بتاعك، وبتكتب اتخرجت امتى وبدات امتى وما الى ذلك. وطبعا لو عندك كذا درجه للبكالوريوس، مثلا في اشخاص عامله بكالوريوس ودبلومه، فممكن برضو تحط الدبلومه البيانات بتاعتها هنا، وبتملى كل الخانات دي. وبعد لما بتخلص تمام بتخش على البروجرام اللي هو بقى اختيار التخصص اللي انت عايز تدرسه في المنحه دي. طيب انا هنا بختار الماستر ديجري بتاعي اللي انا عايز ادرسه، عايز ادرس مثلا ايه، عايز ادرس مثلا ماثماتيك، عايز ادرس داتا ساينس، بختار بقى التخصص براحتي اللي انا عايزه وبكتبه. تمام كده، وملحوظه بيقول لك ان الابلكيشن ده اخره 15 ابريل 2020. وهنا بقى بيقول لك لو انت مقدم لجامعات تانية، الجزء ده معناه او الشق ده معناه لو حضرتك مقدم لجامعات تانية، يعني في ناس بتبقى مقدمه لكذا منحه، بيقول لك لو مقدم لمنح تانية اذكر لنا المنح الاخرى اللي انت مقدم ليها. تمام، وبيقول لك بقى هنا عرفت عن المنحه دي ازاي، بتختار طريقه معرفتك للمنحه دي. لما بتخلص الجزء ده بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو لانجويجز، اللغات بتاعتك. وهنا في اللغات بتختار لغتك الام، ايه هي اللغه اللي انت بتتكلمها، اللغه العربيه مثلا هي اللغه الام بتتكلمها. وبيقول لك لو عندك اي شهادات اضافيه اخرى،
زي تويفل جي ار اي اي شهادات اخرى بتكتبها تمام، ولكن الجزء ده مش الزامي، يعني مش مطلوب منك انك تحط شهاده لغه انجليزيه او لغه فرنسيه بشكل الزامي، اهم حاجه بس يعني يكون عندك في اللغه الانجليزيه محصله شويه ويكون عندك برضو في اللغه الفرنسيه معرفه بيها تمام، ده اهم شيء. بتخلص الجزء ده بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو الخاص بالتوصيات بقى. الجزء ده خاص بالتوصيات، مطلوب منك تحط 3 اشخاص للتوصيات تمام، تحط بياناتهم، وكنا شرحنا التوصيات الاونلاين بتكون ازاي، طبعا مش محتاج ان انا اشرح لكم الجزء ده مره اخرى لان هو جزء بسيط واتكلمنا فيه، انك بتحط بيانات شخص سواء مثلا صاحب عمل انت بتشتغل معاه او استاذ جامعه عندك في الجامعه، فبتحط بيانات كل شخص من الاشخاص دي. بتخش على الجزء اللي بعد بقى هو الابلود اللي هو خاص بالاوراق بتاعتك. هنا مطلوب منك تحط الدبلومه بتاعتك اللي هي شهاده التخرج، بتحط الترانسكريبت اللي هو كشف الدرجات، لو عندك دبلومه وترانسكريبت اخر اخدت مرحله دراسيه اخرى بتضيفها هنا برضو، لو عندك شهادات اضافيه في اللغه الانجليزيه بتضيفها هنا، لو ما عندكش خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. بتحط الستيتمنت اوف بيربوز اللي هو خطاب النيه بتاعك، بتحط السي في بتاعك، لو عندك اي شهادات اخرى زي ورك اكسبيرينس كورسز اي حاجات اضافيه انت واخدها بتضيفها هنا تمام. وبعد كده بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو اختيار بقى المنحه اللي انت عايز تقدم من خلال الابلكيشن ده على منحه، لان الابلكيشن ده هو الابلكيشن اللي بيتم التقديم فيه للجامعه على حسابك او للمنحه، فهنا انا بختار ان انا عايز اقدم كمنحه، ومثلا بختار الجزء ده ياس اللي انا عايز املى منحه مثلا تمام. وبتختار هنا المعلومات اللي انت كتبتها فوق صحيحه، بتعمل عليها علامه صح، وبعد كده بتخش على الجزء اللي بعده فاليديشن اللي هو اخر جزء. وفي الجزء ده بركز معاه عشان فيه هنا حاجه، هنا انت بتكتب بقى خلاص لو عندك اي كومنتس، اي عندك اي حاجات عايز تضيفها للجامعه، يعني اي معلومه مثلا اضافيه او اي شيء عايز تضيفه ممكن تكتبه هنا. وبعد كده بتضغط على فاليديت اللي هو الاكونت او الفورم ده، وركز بقى معايا في الجزء ده هنا، دي بقى في الاخر هنا معلومات الدفع. طب ايه هو الدفع؟ بالنسبه بقى لعمليه التقديم في الابلكيشن ده، في رسوم مطلوبه من حضرتك عشان تقدم للمنحه، يعني الابلكيشن ليه رسوم نفسها تمام. طبعا معظم الجامعات القويه في اوروبا بتعمل الرسوم للابلكيشن تمام، عشان بس تكون يعني او تعمل جذب للطلاب الجادين فقط، مش اي طلاب او اي شخص يملى الابلكيشن ويكتب فيه اي كلام، يعني الاشخاص الجادين هم اللي يقدموا، فبالتالي بتكون في رسوم للابلكيشن، والرسوم دي بتعادل حوالي 150 فرانك سويسري، يعني بالدولار 162 دولار لازم تدفعهم عشان الابلكيشن بتاعك يكتمل. لازم تخلي بالك برضو من النقطه دي، وهنا تكتب بياناتك وبعد كده بتروح لعمليه الدفع، وفي كذا طريقه للدفع سواء بالماستر كارد بتاعتك او الفيزا كارد، سواء بقى بالحساب البنكي باي بال، في كذا طريقه للدفع تمام. كده احنا شرحنا المنحه بالكامل. لما بتخلص بقى عمليه الدفع كده انت قدمت بالكامل للمنح. واحب اذكر تاني وانوه ان احنا قناه منح من كل الالوان، بنتيح فرصه التقديم لاي فرصه او منحه انت عايزها تمام، بنقدم لك بشكل احترافي، او حضرتك ممكن تقدم بنفسك برضو عن طريق اتباع شرح الفيديو ده. منحه ممتازه جدا صراحه، بتوفر لك كمان العمل بجانب الدراسه، سكن، رسوم الدراسه كامله، تداريب، كل شيء على او بنسبه كبيره نقول كل شيء على المنحه تمام. وطبعا لو حابين تقدموا المنحه يا ريت تقدموا ليها في اقرب وقت، لان اخر ميعاد هو 15 ابريل 2020. وفي النهايه اتمنى لكم التوفيق في المنحه دي، وان شاء الله باذن الله بالقبول فيها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.